ولك انا ما قلت لك قوم اشلج اليار؟ ما قلت لك قوم اشلج اليار؟ شوفي شوفي على كستار مش شو كسلان مش حمدان طلعت لي فيها هاي؟ اليوم جايين خطابين والله اذا اليوم ما خطبوك وكتبوا كتابك انا بدي عن ابوك انت؟ يلا قوم ما بتعجبك صعب قلي ما بتعجبك ما بدي ما بدي لك شو ما تعجبك زين؟ ما بكفي الله بعت لي اياك مش عارف تتجوز الشخص فوق راسك وليه؟ انت احلى؟ انا احلى يا احلى وبرك ان شاء الله بتحكي امك هيك؟ قولي عم تضربي؟ عم تضربي والله اشكال ابي اشكال ابوك انت ربي منك قوم اجلس عليك يلا اهلا وسهلا تفضلي اهلين صراحة جايب وقت غير مناسب وهنيك من الأول أنا وياك ما راح نكتبين لأنك أنت مش قوي وأنا حلو معنا هيني من الاثنين بحلوين طلعت بحالي بمراعي المدرسة أكيد وهيني في عالم بشعين دلوني على بنتكم البشعة فأنا جاي أطلب إيد كليتتكم كليتتنا؟ لابني الأجداد فما بعرف اذا بتوافقوا اذا ما بتوافقوا بالناقص كمان مين قال لك رح نخوز خازو اوكي طيب ما عندي مشكله انا بس عندي شرط قبل ما يعني نوافق تفضلي وبدي اسال ابوها طبعا ابوها الحمار ما في داعي تسالي رح يوافق يعني بنتو قلتي شو طلعت الابني قبل ما تجي اصلا كل العالم بتقول عن ابني انه اجذاب بالحاره هي انت مشهور بهالشغله ما في غير الاجذاب يقبل بنتك حبيبت من الاخر اثنيناتنا رح نخوز بعض المهم يعني وحده بنتي بتشتغل شغاله ببيوت الناس ايه ما في مشكله وبتاخذ راتب وراتبه كل شهر بيجيني لاول لبيتي اللي هون لانه انا مصروف جوزي ما بيشتغل فراح تضل تشتغل لو تجوزت اذا بتريدي وبتعطوني الراتب الي وجوزها انك الاجدب ما بيتدخل ولا ليره فهمت؟ معقول الجماعه المشعين دلوني على بنتك انه نفسهم بيشتغل عنده؟ لا جوز قرايبينك او اختك ممكن جابوا بنتك خدامه بتنظف له بنتك ما خدامه بتنظف؟ كان خدامه بيجي حيان ما بعرف هلا بدي انا 3000 متاخر بتقدم و 5000 متاخر لبنتي و 2000 ذهب كل حال بنقرر هلا بس نشوف بنتي سليمة تا حبيبتي تا ضيف الآن وتبشيني اي ماما اي ماما شاي ماما عندي حلقة كابري وينها؟ مرحبا حالي لك هاي العروس بنتي يخرب بيتك شو بي؟ كنت فكرتها مش عم بس مو لهالدرجة خلصينا الدولة خلصينا الدولة القهوة وقومي اشوف اخوتكم مشروبة ان شاء الله عمرك ما تشربيها ان شاء الله سم وبقاطي كلها ما عجبتني عمال انا لسه كنت بدي اكل اي واحد ابشع من الثاني بشيل عشان يخطبوني بدي انا بدخل على حبيبتي شايف على الاعمدة على الحظ اللي عليك يا بنتي الله لا يوفقك على هالحظ بين علي قوية امي ما بدي اياها حبيبتي بنتك بشعة كثير يعني صحيح ابني اجداد بس مو لهالدرجة لو ما لهالدرجة حظه انا بعد ان شاء الله صديقك ما عاد مش عارف وين راح وين خلي يا والله ما حد عاد ياخذها والله ما بيك بعد تكسر اجريك وايديك ان شاء الله يا رب خلي عبد ناس امي بكره بيجي اضرب منه الاحسن بالناس ولك الله يصبر عمرك قادر يا كريم ويخلصني مني لك شوف الناس صار جايك قوم تخطابين واحد عم يعرضك ناقصني انا هبلع ناقصني مجاني ولك الله لا ما فضلك ليش عم تضرب لا ما بدي ما بدي انت احلى خط خلص خلص من على ابوك خلص ها